قيادة أحمد كشري فاز على الإنتاج الحربي بقيادة الكابتن مختار مختار 2-0، زي ما النهارده قبلها كمان علي ماهر ابن النادي الأهلي يقود المصري للفوز على بيراميدز 1-0، علشان عماد النحاس ابن الأهلي وكابتنه أيضا يتقدم بذئاب الجبل خطوة مهمة في جدول الدوري، أصبح في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، ينتظر مباراة الزمالك وسموحة التي تبدأ بعد قليل. طيب هي مش بعيدة.